انك بقى الموجوده معانا النهارده زي ما التقرير بيقول موهبه فذه، انا بعتبرها من اكتر الشخصيات اللي بتملك اللي بتملك موهبه في مجالات كتيره جدا، بتملك موهبه التمثيل، بتملك موهبه التقليد، بتملك موهبه الغناء، بتملك موهبه الستاند اب كوميديان، وان هي بقى تبقى تلقائيه وتتكلم مع الناس. بجد يعني هي شخص زي ما بنشوفها كده على الكاميرا، بتحب الحياه، محبه للجميع، هو ده شخصيتها الحقيقيه اللي بيسعدنا النهارده انها تكون موجوده معانا. معانا نجمتنا جايلان علاء، اهلا وسهلا بك يا جايلان، نورتينا وشرفتينا حبيبتي. انا متشكره على المقدمه الفظيعه. لا تستاهليها ودي حقيقه يعني. اشكركم جدا والله. لا والله. ميرسي قوي. وبنجد تحيه مره تانيه لكل المشاهدين ولضيفتنا الجميله جايلان. جايلان سبع صنايع والبخت رائع. لا ضايع. لا خالص. لو النبي ضايع. لا ليه ضايع في ايه بقى؟ ايه اللي ضيعه؟ يمكن لما الواحد بيعرف يعمل حاجات كتير بيتلخبط. يعني انا فاكره ايه؟ مش عارفه تركزي في حاجه واحده؟ بحب كل الحاجات. بحب كل الحاجات ويعني طبعا حاجه بس هم كلهم كانهم حاجه واحده. او كلهم بيخدموا لا هي مشتقات من حاجه اساسيه التمثيل. بحب التمثيل جدا بس لما بعطل شويه كده ما بشتغلش شويه فتلاقيني بقوم مفرغه. هي طاقه عارفه لما يبقى عندك ابن او بنت طول الوقت عمالين يزنوا ويصرخوا اول ما توديهم كيدز اريا تلاقيهم جري ولعبوا وسكتوا انا عامله زيهم كده فانا بحس ان انا محتاجه افرغ الطاقه دي فبدور على ايه السبل يعني لغايه ما يجي لك التمثيل لغايه يعني لحد ما بتيجي برضو حاجه هو الحمد لله بيجي حاجات بس في حاجات بتبقى مش مناسبه قوي او انت مش حباها او مش حساها او حاسه انك عملتي زيها انا بحب ابقى بيكي جدا وسيلكتيف في الحاجات ويمكن دي يعني بتبقى دايما كده خلاف انا وعز جوزي يعني ان هو بيقعد يقول لي اشتغلي كله اعملي كله مش عارفه قلت له لا انا بحب الحاجه اللي اعملها لما اجي اطلع اتكلم عنها بعد كده اكون مبسوطه و طب من الحاجات انا بحب اعمل خطوات يعني هاديه بس حلوه طيب من الحاجات اللي انت عملتيها وخطوه هايله من كام يوم شفنا لك في مجموعه الافلام اللي عملها ساندرا نشأت ام علي كانت رائعه انا اللي هو انا كنت مبهوره وحاسه ان انا بشوف صديقات ليا كتير جدا وناس كتير اعرفهم هم نفس الشخصيه دي وبيقعوا في نفس الموقف ده بس انت عملتي الاداء بشكل مبهر وطبيعي وتلقائي ربنا يخليكي انا يعني عايزه اقول لك انا مبسوطه جدا هي احلى حاجه حصلت في 2023 ساندرا نشأت بتمنى اشتغل معاها من زمان بحبها قوي 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 بحب كل اعمالها ولما عرفتها على المستوى الشخصي حبيتها اكتر واكتر لا هي قمر هي حاجه كده ربنا يحميها يعني انا بحبها جدا وتشرفت انا اشتغلت معاها انا لما رحت البروجكت ده انا ما كنتش عارفه مش فاهمه حاجه يعني ايه ابلكيشن ويعني ايه اطفال ومدرستنا انا مش فاهمه حاجه وهم حاولوا يشرحوا لي ان في نهايتين وهنصور اتنين سيناريوز انا مش فاهمه حاجه لما رحت فهمتني واحده واحده كده وبتاع بس انا شفت في الكاركتر دي شخصيات كتير قوي فيهم اصدقائي بقى الامهات وهم بيقدموا مشاكل التقديم والحاجات دي فالحقيقه ساندرا يعني من اكتر المخرجين اشتغلت معاهم كانوا مركزين على الاداء وعلى العين اللي هو المخرج فكانت مركزه معايا جدا واحده واحده ووجهتني واحده واحده وانا كنت مبسوطه قوي قوي معاها فالحمد لله الموضوع طلع كده يعني بسيط وسهل ولذيذ ولما اتفرجت على نفسي اول مره عيطت لان انا اول مره اشوفني بطلع احساس ده. بالصدق ده وبدون افوره ومظبوط ولما حكيت لجوزي ومامتي عن تاثري لما اتفرجت عليه ما فهمونيش غير لما اتفرجوا قالوا نفس كلامي اول مره نشوفك بتمثلي حلو كده ده كان بسبب ساندرا ساندرا انها وجهتك كانت مركزه معاكي طلعت منك حياتك طلعت مني حاجات انا ما اعرفش ان انا يعني اتخضيت لما شفتني بصي هي خمس او عشر دقايق بس عشر دقايق على راسي يعني فاهمه مخرجه اشتغلت معاكي مخرجه كبيره اشتغلت معاكي عشر دقايق ركزت فيهم طلعت منك الزبد انا برضو يعني عايزه اقول لك مش اهلي بس يعني كان الحمد لله وجهه نظر الناس لما اتعرض ثلاث مرات حضرت العروض الناس كلها كان عندها نفس التعليق طب يعني لو ساندرا قدامك هتقولي لها ايه والله وهي مش قدامي بعت لها اقول لها شكرا شكرا ان انا قابلتها
وادتني الفرصه وصدقت فيا ولسه مصدقه، يعني هي نفسها وانا نفسي ان احنا هنشتغل تاني مع بعض، فان شاء الله يمكن يبقى في حاجه تاني يا رب. طيب قولي الو. الو سلام، جاهزه الاسبوع الجاي؟ هي بتقول لك جاهزه الاسبوع الجاي. ايه رايك في المفاجاه؟ والنبي دي احلى مفاجاه، وحشتيني. وانت اكتر، وشيلان بس هي مش عارفه قيمه نفسها، وممكن ناس كتيره في الحياه تحبطنا، بس لازم نصدق صوت جوانا. صح. وهي جعلان بس بجد، كانت يعني معرفش مين اللي احبطك بس يا جعلان بعتيهولي. انما هي، طب هقول كلام كبير بس دي الحقيقه، جعلان احلى حاجه فيها طلع سليم بيجري ورايا يا جماعه، وانا بصوا مين؟ ولا حاجه، سليم اه بنوت بقفل عليا الباب، فاهمه؟ كل شويه جري ورايا مسخره. سلمي علي. صح يعني، حصل ايه بس يا جلال؟ جماعه سليم بيمثل حلو قوي، يجنن. مقبول منه كل شيء. ساندرا مساء الفل. مساء الفل يا سهير، وزيكم، وايه القعده الحلوه دي؟ اه والله انت وحشينا ومش عارفين نجيبك يا ست انت. انا كل ما اجي مفيده ما الاقيكش، مش فاهمه. انا مش فاهمه ايه الحظ النحس النحس ده. تعالوا ده انا هموت واشوفك اصلا، انت وحشتيني. يلا نكسر. وانتوا كمان، وكل سنه وانتوا طيبين. يلا نكسر وتوفي بالوعد. لا هيحصل هيحصل، بس انت عارفه بقى ايه، ببقى اول طالعه كده بس ببقى عايزه اعرف الناس بتقول ايه وايه اللي بيحصل. فنرجع بس لجايلان، نقولها كلام. هي سمعته مني بس هي مش عارفه تصدقه ولا تستوعبه. هي فعلا جايلان من الناس اللي ما بقاش موجود، مش هقول التيب، الموهبه دي، بان انا واحده جميله دمي خفيف فيا براءه كده وصدق. صح. بيتحب من اول طالعه. فاللي هم كانوا كتير قوي من الفنانات اللي هو دي واحده حلوه ودمها خفيف ازاي، فقليلين جدا. ودول اللي بينجحوا، ودول اللي ممكن يعني جماهيريا تبقى واحده ناجحه عشان بتبقى حلوه ودمها خفيف. طب تقولي لها ايه وهي محبطه ان هي مفيش احباط خلاص؟ هي طول الوقت شايفه ان هي المفروض تخش من شغل لشغل. انا بحاول اقول لها ان في نجوم كبيره جدا بياخدوا ترانزاكشن بس بيعملوا حاجه حلوه، بالذات ان هي بتسعى دايما ان الكواليتي بتاع شغلها يبقى بنفس المستوى اللي هي ابتدت فيه. ما هي دي المشكلة اللي هي جايلان فيها، اللي هي فاكرة ان الشغل الكتير ده هو اللي هيجيب شغل. بالظبط. ده غلط تماما. وتلاقي كل النجوم والناس اللي طلعت ويعني تقولي عليها ده ممثل شاطر، انه بالعكس بينقي ادواره. يعني خالد الله يرحمه، خالد صالح الله يرحمه، من دور صغير بتعرفي في محامي خلع او حتى في ملاكي، يعني دور خالد ما كانش كبير، هو دور بس الدور ده بيعلم، فبتعرفي منه ده ممثل. انما الكترة يا جيلان، كتر الادوار ومع اي حد واي موضوع، بيخلي الناس تنسى انه فيكي حاجه حلوه، فاهمه؟ فده اللي انا عايزه اقوله لها بجد، وتبتدي تشتغل على ده. خلاص هي اثبتت انها لا، ممثله شاطره جدا، وهي موهوبه، هي كمان بقول لك بتتحب. بالظبط. فهي مش لازم اي حاجه تعملها علشان خلاص خلاص عرفنا ده وخلاص، خليها بقى على الحته دي. هل انت شايفه ان في حاجه يعني ناقصة جيلان عشان تبدأ تثق في نفسها وتشوف نفسها بالصورة اللي انت شايفاها فيها؟ انه تثق في نفسها، هو ده اللي حصل يا سهير بالظبط، من الحلقة الصغيرة اللي عملتها، ان خلاص اهو حست انها فنانة كبيرة. ايوه هي مع مخرج، خلاص مش عايزة اتكلم عن نفسي. لا انت مع مخرج كبير يا عم، كنا تحت جناحك يا باشا والله. بس اللي هو مخرج خلاص سيبي نفسك بقى، يعني أيوة. هو ده اللي المفروض يحصل. وهي حتى وهي بتمثل وبنعيد، كنا بنعيد كتير قوي، لقيتها زي زهقت، حست افتكرت ان انا كان ايه يا شيلان؟ كنت فاكره ان انا خسرتها، فلقيتها بتقول لي عيدي كتير، قلت بس انا عايزه اجيب منها لحظه معينه، فعايزه اجيبها. وهي جت بمنتهى الصدق والسلاسه والبساطه. طب ساندرا، انا ليه عندي احساس ان انت وجيلان فيكوا حاجات كتير من بعض؟ هي بتشبهك لحد حلوه ودمي خفيف كده. طبعا دي قمر. لا دمها خفيف جدا. انا بقى برضو اكتشفت ده واحنا بنصور ان هي دمها خفيف، لدرجه ان انا لما بعيد اتفرج على الحاجات اللي هي عملتها كافلام، انا ساعات باجي في حتت بقول غالبا هي اللي قالت الافيه ده، اصل هي يعني انت صاحبه افيه، انت بتضحكي تقولي افيهات حلوه قوي. انا بحب الافيه حتى في اي موضوع، حتى لو تراجيدي لو سسبنس، لانه ده احنا الشعب المصري، يعني ده ما يميزنا ان احنا دمنا خفيف في اي حاجه،
فبحس انه لا، حتى لو في فيلم كئيب لازم فيه خفه دم بتاعت الشعب دي، لازم تطلع بتاعتنا احنا. ما فيش شعب عربي عنده خفه الدم بتاعت كل حلقه بجد. جمالك وخفه ذلك وشقاوتك والطفوله اللي فيكي واضحه وبتاثر على كل ممثل بيشتغل معاكي، بيبقى ليه بصمته الخاصه، ونفسنا يكون لك البصمه الخاصه بقى وتنورينا في البرنامج. وبنشكرك، وتحياتنا لماما ولسليم وعمر. ميرسي، وانتوا كمان، وهتفرج على الحلقه إن شاء الله. وانا بموت في جعلان بقى بغض النظر عليها بجد. بحبك وربنا يخليك. بقول بس كلام، هي عندها براءه كده، يا رب تحافظ عليها ولا تحبطي ولا تتلوثي. مش هتتلوثي، ما تلاقيش، هي اقصاها هتمشي من الوسط يعني. وما تعمليش اي حاجه يا جنى، بس كده. تحياتي ليكي يا سميرة. طب بحبك، شكرا، بحبك. باي باي. باي باي. باي.